مشاهدينا، ها هو تحذير الزعيم الصدري مقتدى الصدر من توترات أمنية قد يشهدها العراق لحين إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر تشرين الأول يصدق، حيث شهدت أربع محافظات هي بغداد، كركوك، ديالى والأنبار سبع هجمات أوقعت العشرات بين قتيل وجريح. أعنفها شهدتها أطراف محافظة كركوك على حدود مدينة إربيل، وأهالي المحافظة متخوفون من تصاعد هجمات تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وقادة الأقليم دعوا الحكومة إلى تشكيل قوات مشتركة مع البشمركة لضمان الأمن في المناطق المتنازع عليها. فما الذي يحدث في العراق؟ لماذا لم تنعكس أجواء التقارب السعودي الإيراني هدوءا أمنيا؟ ولماذا في كل مرة يطل تنظيم الدولة الإسلامية داعش برأسه تتراجع هجمات الفصائل المسلحة الموالية لإيران ضد المصالح الأمريكية؟ هذا موضوع نقاشنا مع الكاتب الصحفي أحمد الفراجي، هو معنا مباشرة من بغداد. أستاذ أحمد، صباح النور. صباح النور وأهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا دكتور أحمد. بداية دكتور، ما يلاحظ بالعراق أنه في كل مرة تتراجع الهجمات التي تشنها فصائل مسلحة موالية لإيران ضد مصالح أمريكية، ضد قواعد عسكرية أمريكية أو الدبلوماسيات الأجنبية العاملة ببلاد الرافدين، يطل تنظيم الدولة الإسلامية داعش من جديد برأسه يستهدف مصالح محلية تابعة للحكومة المركزية ببغداد. لماذا؟ يعني بداية تحية لك وتحية لمشاهدي قناة العربي. بالتأكيد هجمات تنظيم الدولة عادت من جديد وعادت بشراسة وبقوة، وهذا هو ضمن ما يسميه بالغزوات خلال شهر رمضان. طبعا الهجوم الأعنف الذي حصل قبل يومين هو كان في بلدة الطارمية، وبلدة الطارمية تقع إلى الشمال من بغداد، ودائما ما تتعرض هذه البلدة إلى هجمات من مقاتلي تنظيم داعش. وهو أنا أعتقد أن هجمات أو عودة التنظيم، أو كما أشرت جنابك بأنه يطل برأسه، هو لعدة رسائل. الرسالة الأولى التي يريد إيصالها التنظيم أنه ما زال موجودا على الأرض، وحقيقة هو موجود، وأن الحرب على تنظيم داعش لم تنتهي. قبل يومين كانت هنالك كان ينقل في عملياته النوعية بغداد ثم كركوك ثم نينوى ثم الأنبار وديالى. هذا هو كله استعراض جديد، وأنا أعتقد هو تكتيك من قبل تنظيم داعش لتشتيت القوات الأمنية العراقية أولا، وكذلك إيصال رسالة أنهم لا زالوا موجودين، والآن هم يعملون يعملون على طريقة جديدة واستراتيجية جديدة في هذه المناطق. وحقيقة أنا أعتقد أن ما يحصل الآن ليس له علاقة تماما بالانتخابات العراقية، هم لا يريدون خلط الأوراق كما يصرح بعض من المحللين وكذلك بعض من الكتاب أو السياسيين العراقيين. أنا أعتقد أن التنظيم هو يريد أن يقول أني ما زلت أشن هجمات متى أريد. أيضا العمليات التي قام بها تنظيم داعش هي حقيقة عمليات نوعية، استهدفت ضباطا في الجيش العراقي، وكذلك استهدفت منتسبين في القوات الأمنية العراقية، وحقيقة كبدتهم خسائر. هذا يعود إلى أن، وهذا لابد أن نشير إليه، هو أن المناطق التي تم تحريرها من داعش، أولا هنالك ضعف في الجهد الاستخباراتي للأسف من قبل القوات الأمنية العراقية، وهذا الذي أكد عليه يوم أمس السيد المالكي خلال اجتماع مع وزيري الدفاع من جهة ووزير الداخلية العراقي، على تكثيف أو حث القوات الأمنية واتباع خطط استراتيجية جديدة في المناطق التي حررت من داعش. أنا أتحدث عن الأنبار والموصل ومنطقة المناطق المحيطة بحزام بغداد وهي الطارمية، وهنالك مشكلة حقيقية في هذه البلدة. بلدة الطارمية التي قلت هي تبعد شمال
يعني تبعد شمالا الى العاصمه من بغداد، وتعتبر هي يعني البلدة القريبة جدا من بغداد. هذه ما تتكرر فيها الهجمات على القوات الأمنية، وللأسف أنا أعتقد ما يحصل في بلدة الطارمية من تكرار الهجمات هو بضعف الجهد الاستخباراتي كما قلت قبل قليل، وأيضا لا يوجد هنالك ثقة بين المواطن وبين الهجمات الأمنية. نعم، مع العلم أن هنالك تعاونا كبيرا في هذه المناطق. نعم، مع أن رئيس الحكومة العراقية هو ذات خلفية استخباراتية حاليا أستاذ مصطفى القاضمي. أستاذ أحمد، صحيفة المدى وصفت هجمات تنظيم الدولة الإسلامية داعش بحرب الإزعاج، لأن أغلبها تشن ليلا ضد مراكز أمنية، وأخيرا أدت إلى اختفاء أو مقتل 7 ضباط على الأقل من القوى الأمنية العاملة بالعراق. لماذا؟ يعني حقيقة علينا أن نضع أصبعنا على الجرح ونقول أن للأسف لا يوجد هنالك تنسيق بين المواطن وبين الأجهزة الأمنية العراقية. ما لم يكن هنالك تنسيق بين المواطن في هذه المناطق التي حقيقة لا تزال تشكل خطرا على أمن العاصمة العراقية بغداد، وتشكل خطرا على أمن الدولة، وتشكل خطر على أمن القوات الأمنية العراقية. استاذ أحمد، انطلاقا من ذلك دعيني بس تفضل. تفضل تفضل استاذ. نعم، انا بس يعني احب ان اكمل الفكره بما يتعلق بحزام بغداد وتحديدا بلده الطارميه. بلده الطارميه هذه ليست المره الاولى التي يتم فيها استهداف القوات الامنيه العراقيه. يعقبها مباشره تقوم القوات الامنيه العراقيه بحمله تفتيش ومداهمه للكثير من كما يقولون المواقع التي يتواجد فيها تنظيم الدولة، ويخرج علينا بعد يوم أو يومين المتحدث باسم العمليات المشتركة ويقول قضينا على مسلحي تنظيم داعش في هذه المنطقة والمنطقة أصبحت آمنة، وبعد يومين أو 3 أو بعد شهر تعاود هذه الجماعات الإرهابية باستهداف القوات الأمنية العراقية. أنا أعتقد ما لم تتخذ القوات الأمنية هي التعاون مع المواطن في منطقة الطارمية على السيد الكاظمي أن يشكل فوج خاص يكون من هذه المناطق يكون مساند للقوات الأمنية حتى ننهي هذه المشكلة. نعم. عزيزتي، لا يمكن أن تبقى بلدة الطارمية بهذه الوضعية الأمنية المربكة. كل أسبوع، كل أسبوعين، كل 3 أسابيع يستشهد مجموعة من القوات الأمنية العراقية، وهذا متكرر أيضا في المحافظات الأخرى التي كانت ساخنة والتي يسيطر على التنظيم. التنظيم يريد أن يقول للأجهزة الأمنية العراقية أنا ما زلت موجودا وأتحرك على الأرض ولدي خطط وتكتيكات جديدة. نعم أستاذ أحمد، هل من أطراف سياسية تستفيد من زعزعة الوضع الأمني وتسهيل عمليات تنظيم الدولة الإسلامية داعش؟ يعني بالتأكيد هنالك من يستفيد، الطائفيون للأسف، وأيضا أعود إلى بلدة الطارمية. هذه بلدة الطارمية حقيقة أصبحت عقدة للأجهزة الأمنية وأصبحت عقدة للمواطن. يعني كل عملية تحصل في بلدة الطارمية أو كل عملية تحصل في صلاح الدين أو في الأنبار أو في المناطق الأخرى التي كان يسيطر عليها التنظيم تخرج أصوات حقيقة، أصوات طائفية ترهب المواطن العراقي وتريد أن تكرر تجربة جرف الصخر. عزيزتي، هل تعرفين ماذا يعني تكرار بلدة جرف الصخر في المناطق التي يشن فيها تنظيم داعش؟ أكيد هنالك أطراف سياسية، هنالك أطراف ميليشياوية، هنالك أطراف خارجة عن القانون تريد أن يعني تحول هذه المناطق إلى بؤر للتوتر، وربما تكون ورقة داعش. هنالك من يستفيد منها الآن بالتأكيد، الذي يصرح ويقول نريد أن نحول بلدة الطارمية أو صلاح الدين أو سامراء أو الأنبار إلى بلدة جرف الصخر الثانية. أنا أعتقد هذا هو الذي يريد أن يوتر الوضع في العراق ويزيد من رعب المواطن، وبالتالي يعني أبناء هذه المناطق ربما يتجهون إلى أن يتعاونون مع جماعات خارج القانون لأن هؤلاء يرهبون. أستاذ أحمد، ويزيد يعني أيضا من هشاشة حكومة القاسمي، ونحن على بعد أشهر من استحقاق انتخابي. صح، ولهذا
أنا أقول لأبناء هذه المناطق إن كان في الطارمية أو في صلاح الدين أي المناطق السردية، أي شخص يقول نريد أن نكرر تجربة جرف الصخر في مناطقكم لوجود مسلحين من داعش لا يتجاوزون بضعة أشخاص، أنا أقول عليكم أن تذهبوا إلى القضاء العراقي وترفعون دعوة قضائية ضده، لأن هذا يريد أن يهجر الناس ويريد أن يقتل الناس ويريد أن يجعل هذه المناطق خالية من السكان. بلدة جرف الصخر التي يعني يستشهدون بها ويعتبرونها نصرا، ها هو يعني منذ خمس سنوات وحتى يعني هذه اللحظة هنالك الكثير من العوائل المشردة لا يستطيعون العودة إلى منازلهم بسبب هذه الأصوات. نعم أستاذ أحمد، هنا أصل إلى خلاصة أنكم اليوم تقصدون أن هناك فصائل مسلحة تسهل عمل تنظيم الدولة الإسلامية داعش بما يقوم به بمدينة الطارمية، وبالأغلب هي موالية لإيران. يعني حقيقة هذا يخضع لي يعني حقيقة هذا يخضع للتدقيق ويخضع أيضا للتحقيق، لكن بالتأكيد على ما يبدو من خلال هذه التصريحات التي تخرج بين الفينة والأخرى التي تطالب بمحاسبة الأهالي وتهجيرهم وتكرير حقيقة وتكرار سيناريو مناطق شهدها العراق، لا يزال أهلها يعانون التهجير وقسم كبير من هذه المناطق قد هدمت منازلها تحت ذريعة داعش. أنا أعتقد بالتأكيد هنالك خدمة وتخادم في هذا الموضوع. نعم. داعش يقتل من هنا وهذه الأصوات تخرج من هنا لتطالب بتحويل مناطقنا إلى جرف صخر ثاني. نعم أستاذ أحمد، اليوم العراق يعيش ضمن محيط إقليمي، هذا المحيط الإقليمي يسير باتجاه اليوم هدنة بين القوتين السعودية والإيرانية، الكل تأمل خير أن ينعكس ذلك إيجابا أو هدنة بالدول التي تلعب بها إيران دورا كبيرا خير مثال العراق، لماذا لا نشهد ذلك حاليا؟ أنا أعتقد إن كنت تقصدين على سبيل المثال إطلاق الصواريخ التي يعني تطلقها بعض الفصائل المرتبطة بإيران، ويعني نعم. حقيقة يوم أمس كان هنالك هجوم بصاروخين على مطار بغداد الدولي، واحد منها استطاعت القوات الأمنية أن تفجره في الجو والآخر قد سقط ولم تكن هنالك أضرار. أنا أعتقد هذا يعني ما لا علاقة بأن كان هنالك يوجد حوار بين الرياض وبين طهران، أنا أعتقد هنالك فصائل لا تزال مرتبطة بإيران وأشرنا لها كثيرا من على قناة العربي، هذه نعم. لن تتوقف وهي حقيقة مرتبطة بشكل مباشر بإيران نعم. وتتخذ أوامرها بشكل مباشر وتقصف المواقع المهمة، وأيضا هذا متعلق بالانسحاب الأمريكي كلما نعم. يعني كلما صرح الأمريكيون بأنهم سيبقون بالعراق تزداد هذه الهجمات. على كل أستاذ أحمد، صحيفة نيويورك تايمز تقول أنه جولة جديدة من المحادثات الإيرانية السعودية يهيأ لها يمكن أن تعقد بالأسابيع القادمة ببغداد مجددا. الكاتب الصحفي أحمد الفراجي، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة، كنتم معنا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد.